مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم، إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن تكون الأجواء صيفية عادية، وأيضا درجات الحرارة أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة بقليل، تقريبا درجة إلى درجتين، والأجواء بالليل بتكون أجواء لطيفة ورطبة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون تحت تأثير كتلة هوائية معتدلة من حيث درجات الحرارة وأيضا الرطوبة، تقريبا بتكون درجات الحرارة حول معدلاتها أو أقل بقليل، لكن بعد يوم الأحد ترتفع قليلا، وبالتالي تصبح الأجواء صيفية عادية ودرجات الحرارة حول معدلاتها هذا بعد يوم الأحد. أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء لطيفة، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عمان 18 درجة مئوية، أيضا الأجواء رطبة أثناء الليل، ممكن يتشكل الندى في كثير من المواقع خاصة مناطق المرتفعات الجبلية والبادية، لأنه نسبة الرطوبة النسبية راح تكون حوالي 93%. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم غد الأحد أجواء صيفية معتدلة نهارا، صيفية لطيفة ليلا، العظمى المتوقعة في النهار 28 درجة والصغرى المتوقعة 18. يوم الاثنين ارتفاع قليل درجة إلى درجتين، لكن تبقى الأجواء صيفية معتدلة نهارا وأيضا صيفية لطيفة أثناء الليل، العظمى المتوقعة يوم الاثنين 29-30، بينما الصغرى المتوقعة 19 درجة. الثلاثاء ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة، تصبح الأجواء يوم الثلاثاء أجواء صيفية عادية، درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة تقريبا، والعظمى المتوقعة 30-31 يوم الثلاثاء، والصغرى المتوقعة بحدود 20 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في بعض المدن في المناطق الشمالية، أجواء صيفية معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، إربد 32-22، عجلون 30-19، وجرش أجواء صيفية عادية إلى حارة نسبيا 33-20، المفرق 32-19 درجة مئوية. المناطق الوسطى البلقاء 30-19، مأدبة 29-18، عمان 29-18، البحر الميت أجواء حارة 38-27، والزرقاء أجواء حارة نسبيا ما بين صيف عادي إلى حار نسبي 33-20. أما المنطقة الجنوبية فأجواء صيفية معتدلة بالنهار، الكرك 30 ولطيفة بالليل طبعا، الصغرى 18 بالكرك، الطفيلة العظمى المتوقعة 29 والصغرى 17، الشراح 27-16، والعقبة أجواء حارة العظمى 39 والصغرى 27، كذلك معان أجواء حارة نسبيا 35-21 درجة مئوية. المنطقة الشرقية أجواء حارة، العظمى المتوقعة في الأزرق 37 والصغرى 21، الصفاوي 38-22، والرويشد العظمى 38 والصغرى 22 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.